هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، الحمد لله تعالى فقد تم افتتاح بصدقة زارية بإذن الله تعالى عن دونايتر باي أمهات بيت إيتو الإسلام مجلس إندونيسيا سيستر شيدني مستر إيتي الدولة دولة النبال تاريخ وتنفيذ اليوم يوم الجمعة 19 إبريل 2024 ميلادي. فجزي الله وأنه خير الجزي وزال الله في ميزان حسنات وسقى الله من نهار الكوثر. آمين. والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. آمين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص